أصيب جندي إسرائيلي جراء عملية دهس استهدفت مجموعة من جنود الاحتلال في بلدة حوارة جنوبية مدينة نابلس شمال الضفة. وقام الجيش الإسرائيلي بغلق الشوارع في محيط عملية الدهس للبحث عن منفذ العملية. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مركبة سارعت باتجاه جندي في منطقة حوارة جنوبية نابلس ودهسته وأصابته بجروح طفيفة، مضيفا أن أحد الجنود فتح النار على المركبة بينما بدأت قوة بملاحقتها بعدما فرت من المكان. مشاهدينا الكرام، دعونا نقف على تفاصيل هذه العملية في بلدة حوارة. ينضم إلينا عبر الهاتف من نابلس الصحفي الفلسطيني محمود مطر. محمود، أحييك ونريد أن نسمع منك لتفاصيل أوفى حول عملية الدهس في حوارة، تفضل. يعني في الواقع قبل قرابة ساعة ونصف من الآن، وتحديدا نحو الساعة 7:30 بالتوقيت المحلي، وقعت عملية دهس في منطقة في الشارع الرئيس لبلدة حوارة الواقع إلى الجنوب من مدينة نابلس. وكما أوردتم، يعني سائق إحدى المركبات قام بدهس أو محاولة دهس عدد من الجنود الاحتلال المتواجدين على الشارع الرئيس في بلدة حوارة، وتمكن من إصابة أحد الجنود الذي ينتمي للواء نحال. وقد أعلن جيش الاحتلال أنه أصيب بجروح متوسطة وتم نقله وإسعافه إلى مستشفى بلينسون الإسرائيلي في الداخل المحتل. وبعد ذلك شرعت قوات الاحتلال بمحاولة اللحاق أو اعتقال منفذ العملية الذي لاذ وتمكن من اللوذ بالفرار من مكان العملية، في حين عززت قوات الاحتلال من تواجدها بعد وقوع العملية ونشطت وحاولت تمشيط المنطقة في محاولة للوصول لمنفذ العملية، وأغلقت العديد من الحواجز المحيطة في بلدة حوارة مثل حاجز حوارة العسكري الذي يفصل بلدة حوار بمدينة نابلس، وأيضا حاجز زعترة الذي يقام على الجهة الأخرى الذي أيضا يربط الشارع الرئيس بين محافظتي نابلس وشمال الضفة الغربية ومحافظات الجنوب رام الله وغيرها من محافظات الضفة الأخرى. و يعني لغايه الان قوات الاحتلال ما تزال تتواجد بشكل معزز ومكثف في بلده حواره، وهناك حاله من الاستنفار في بين صفوف قوات الاحتلال التي اغلقت المحال التجاريه على الشارع الرئيسي بلده حواره التي تشتهر بطبيعه الحال بنشاطها التجاري. ويشار ان هذه العمليه هي يعني اول عمليه تحدث بعد هدوء تقريبا قرابه اقل من شهر من عدم تنفيذ عمليات في تلك المنطقه. ويشار ايضا ان نفس الشارع وفي نفس المنطقه وقعت ثلاث عمليات على مدار الشهرين الاخيرين، احداها ادت لمقتل مستوطنين او مستوطن واحد على الاقل قبل حوالي شهرين، في حين كان في الوقت الذي كانت تنعقد فيه قمه العقبه الامنيه التي شارك فيها الاحتلال وعدد من الدول الاخرى ايضا. وايضا وقعت بعد ذلك عمليه اخرى، واثر تلك العمليات عزز جيش الاحتلال من تواجده في منطقه حواره، وباتت البلده منذ ذلك الحين تخضع لاجراءات عسكريه مشدده. ولكن رغم ذلك يعني وقعت عده عمليات اخرى، احدى اطلاق نار على جنود الاحتلال، ومنذ ذلك الحين ايضا ما تزال قوات الاحتلال تتواجد بشكل معزز ومكثف. وايضا قبل حوالي اسبوعين الان حاولت احدى الفتيات او احدى الشابات الفلسطينيات من بلده حواره تنفيذ عمليه طعن ايضا بسكين، وقتلتها قتلها جيش الاحتلال ايضا قبل حوالي اسبوعين. وتلك الاجراءات ايضا التي اعلن عنها الاحتلال ومن ضمنها تشديد الاجراءات العسكريه في محيط مدينه نابلس، و ايضا تعزيز قواته في مناطق جنوب نابلس ومحيطه بمدينه نابلس على اثر تلك العمليات، لم تستطيع بوقف العمليات او تنفيذ بعض العمليات. ايضا من السيناريوهات المتوقعه بعد تنفيذ عمليه اليوم ان يقوم جيش الاحتلال بتكثيف اجراءاته العسكريه، وايضا من المتوقع ان يقوم كذلك بالبحث عن منفذ العمليه الذي كما ذكرنا تمكن من الفرار من المنطقه الذي نفذ عمليه عبر مركبه فلسطينيه وتمكن من الفرار والانسحاب من المكان. ستقوم قوات الاحتلال كما العادة بمحاولة البحث والوصول لمنفذ العملية عبر مصادر التسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة على الشارع الرئيسي. بالتأكيد سنتابع أولا بأول تفاصيل ما يحدث في حوارة بشكل عام، وطبعا في القدس بعد الذي حدث اليوم. كان وزير، مشاهدينا الكرام، كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
قد قاد عشرات المستوطنين في اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية أن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى بعلم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي لم يحاول أن يثنيه عن هذه الخطوة. وتعد هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ تشكيل حكومة نتنياهو في ديسمبر الماضي. وقد انتشرت عناصر الشرطة الإسرائيلية في ساحات الأقصى وأبعدوا المصلين عن مسار الاقتحامات من جهة باب المغاربة. وبعد ساعة قليلة من اقتحام بن غفير المسجد الأقصى، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأعضاء حكومته في نفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وهو ما أثار إدانات واسعة فلسطينية وعربية وإسلامية. وقال نتنياهو إن عقد جلسة الحكومة داخل أحد أنفاق المسجد الأقصى يمثل ردا على خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد. وأضاف نتنياهو أن حكومته يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية من أجل أمن إسرائيل ووحدة القدس. يذكر أن صحيفة معرفة الإسرائيلية قد أشارت إلى أن الحكومة عقدت اجتماعا مماثلا في هذه الأنفاق عام 2017. وقد توالت الإدانات الفلسطينية الرسمية والشعبية على الاستفزازات الإسرائيلية، إذ قالت الرئاسة الفلسطينية إن المساس بالأقصى لعب بالنار يدفع المنطقة إلى حرب دينية داعية إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية. وأكد الناطق باسم الرئاسة نبيل بوردينا أن ما جرى اليوم خطير ويستدعي من المجتمع الدولي وتحديدا الإدارة الأمريكية التي تطالب بالحفاظ على الوضع القائم في القدس التحرك الفوري. من جانبها قالت حركة حماس لن نترك الأقصى وحيدا وسيتحمل الاحتلال مسؤولية الاقتحامات الهمجية لوزرائه ومستوطنيه. بدورها وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقتحام بن غفير للأقصى بالعدوان السافر والمحاولة لفرض وقائع جديدة. وقالت حركة الجهاد الإسلامي أن اقتحامات الأقصى وعقد اجتماع لحكومة الإرهاب والتطرف حسب قولها أسفل حائط البراق تأتي في سياق الحرب ضد أرضنا وشعبنا. وأضافت أن العدوان في القدس سيغير كل الحسابات ولا سبيل لمواجهة هذا العدوان سوى المقاومة وتصعيدها. وللتعليق ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من غزة سيد مشير المصري القيادي في حركة حماس. سيد مشير أحييك على الجزيرة مباشر. تصعيد واستفزازات، وأعتقد أن حتى ما حدث اليوم من الممكن أن يوصف بأوصاف كثيرة لحكومة توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، سواء باقتحام المسجد الأقصى أو إقامة اجتماع لكامل الحكومة الإسرائيلية في أحد الأنفاق تحت حرم الأقصى. ما الذي تريده إسرائيل وما الذي يجب فعله من قبل المقاومة للرد على هذه الاستفزازات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لك والتحية لجميع المشاهدين. ما يجري في المسجد الأقصى وما جرى اليوم على وجه التحديد من اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى وعقد الحكومة الصهيونية لكيانها جلسة الاجتماع اجتماعها تحت حائط البراق أو أسفل المسجد الأقصى يدلل على عقلية التطرف التي يذهب باتجاهها الصهاينة وبخاصة القيادات الصهيونية، والذي يمثل اليوم المسجد الأقصى بازار انتخابي للأحزاب الصهيونية والقيادات الصهيونية لمحاولة رفع أسهمهم من خلال المساس بقدسية المسجد الأقصى وبعروبة القدس. وهذا يدلل على عقلية الإرهاب التي يمارسها قادة الاحتلال قبل قطعان المستوطنين. الأمر الثاني وهو هذا ما يدفع إلى ضرورة الإدراك من جميع الأطراف بأن هذا العدو الصهيوني بيساره قبل يمينه وهو يمارس هذه السياسة باستفزاز مشاعر المسلمين أنه لا يؤمن بأي مسار سلام ولا يؤمن بأي مسار تطبيع، وأن التطبيع مع العدو الصهيوني أو التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الصهيونية
إنما يشكل مظلة آمنة لقادة الاحتلال ولقطعان المستوطنين ومنحهم مزيد جرعات لارتكاب المجازر والمذابح بحق شعبنا والتعدي السافر على إسلامية المسجد الأقصى وعلى عروبة القدس، وهو ما يستوجب وحدة موقف كما هو الموقف الصهيوني اليوم الموحد ضد مقدساتنا وضد إرثنا وإرث أنبيائنا، أن يكون هناك موقف أيضا فلسطيني وعربي وإسلامي موحد للإيمان بأن عقلية الإجرام والإرهاب الصهيونية لا يمكن لجمها إلا من خلال المقاومة والثورة في مواجهة هذا المحتل المغتصب. هذه حرب دينية سيد المصري، حرب تلمودية إذا صح هذا التعبير، وكما يشير إلى ذلك تحركات بعض قادة الكيان أو بعض قادة الاحتلال الإسرائيلي. لا شك ذلك، هو تجسيد لهذه الحرب الدينية التي يشنها العدو الصهيوني ضد مقدساتنا وضد شعبنا وضد أمتنا. ما يحدث اليوم من خلال مسيرة بعشرات الآلاف من قبل الصهاينة ثم يتبعها اقتحام بن غفير ثم تعقد ولأول مرة جلسة الحكومة الصهيونية المتطرفة تحت باحات وأساسات المسجد الأقصى، هذا يدلل بأن الصهاينة يذهبون إلى الإعلان الصريح وبكل تشدق وتبجح بحرب دينية ضد مقدساتنا وضد شعبنا وضد أمتنا، وبالتالي يدلل على أن العدو الصهيوني إنما يحاربنا اليوم بتوراته المزيفة وبتلموده الباطل ضد ديننا الحنيف وضد إرث أنبيائنا وآبائنا وأجدادنا، وهو ما يستوجب الإدراك من قبل كل الأطراف الفلسطينية والعربية والإسلامية إلى حقيقة هذا الصراع وأبعاد هذا الصراع وضرورة أن يوضع هذا الصراع في مساراته الحقيقية التي أرادها العدو الصهيوني، وأن نواجه هذا العدو الصهيوني من ذات المنطلقات التي يواجه بها شعبنا ويواجه بها أمتنا وأيضا مقدساتنا، وأن ندرك بأن إسلامية الصراع هو الإعلان الحقيقي لحقيقة إدارة المعركة مع العدو الصهيوني، وهو الكفيل بتوحيد كل أطياف شعبنا وأمتنا، وأن تكون هذه المظلة التي نلتقي من خلالها وهي الكفيلة بانتزاع حقوقنا وثوابتنا وفرض أجندتنا ومعادلاتنا على العدو المصري الصهيوني. لعل البعض يقول أن تحويل الصراع لصراع ديني يقوي المتطرفين ويقوي جانب التطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي ويزيد الموقف اشتعالا ويعطيهم ما يريدونه من أوراق لإشعال الموقف إذا صح التعبير، هل هذا صحيح أم لا؟ ليس بعد ما يمارس اليوم من تطرف وليس ما بعد أن تعقد الحكومة الصهيونية بكل ألوانها السياسية جلسة اجتماعها تحت أساسات المسجد الأقصى من تطرف، وليس التنافس والبزار الانتخابي ما بين الأحزاب الصهيونية وتنافس القادة الصهاينة على اقتحام المسجد الأقصى من تطرف، وليس المسيرة بعشرات الآلاف من قبل الصهاينة والتأييد الشعبي من قبل المجتمع الصهيوني ضد إسلامية المسجد الأقصى وعروبة القدس من تطرف، وبالتالي معادلة الصراع باتت واضحة في هذا الاتجاه، والعدو الصهيوني هو الذي يريده حربا دينية، وبالتالي إذا كانت هذه المنطلقات وهذه الدوافع هي التي يتغنى ويتشدق ويتبجح بها قادة الاحتلال وقطعان المستوطنين، فينبغي أن نعلنها أيضا صراحة وأن يتوحد الجميع تحت هذه المظلة لندافع عن إرث أنبيائنا وندافع عن مقدساتنا الإسلامية وكذا المسيحية. هل تنوون الاجتماع ببقية فصائل المقاومة لبلورة رد على ما حدث اليوم سيد مشير؟ لا شك أخي الكريم بأن المقاومة الفلسطينية في حالة انعقاد مستمر، وهي تتابع عن كثب كل التطورات التي تجري في المسجد الأقصى، وقلناها لكل الأطراف ولكل الوسطاء ونعلنها صراحة بأن المسجد الأقصى هو محور الصراع، وأن المسجد الأقصى وعلى مدار التاريخ وما زال حاضر إلى يومنا هذا هو قنبلة الثورات وهو عنوان توحيد كل أطياف الشعب الفلسطيني، ومع معركة سيف القدس التي نمر بذكراها الثانية عنا ببعيد
التي توحدت كل أطياف الشعب الفلسطيني في كل الجغرافيا الفلسطينية في الداخل وفي الخارج، فضلا عن التأييد العربي والإسلامي ومن أحرار العالم، يوم أن أعلنت المعركة هي معركة القدس، في دلالة على مدى الوجدان والعاطفة والالتفاف الشعبي والأمم كذلك حول قضية المسجد، أقصد على مستوى الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، حول قضية المسجد الأقصى. ومن هنا نحن نحذر العدو الصهيوني من مغبة الاستمرار في هذه السياسات الاستفزازية، والتي نعتقد بأنه لا يمكن أن يقبح جماحها إلا بعقلية المقاومة والثورة، التي نعتقد بأن المقاومة دوما على إهبة الاستعداد للدفاع عن أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين مهما كلفنا ذلك من ثمن. الإدانات العربية الإسلامية أو حتى الدولية في ضوء ما حدث اليوم كانت كافية من وجهة نظرك؟ أعتقد أخي الكريم أن هذه المواقف مقدرة من قبل هذه الأطراف ومن قبل هذه الأطراف سواء عربيا أو إسلاميا أو دوليا، لكن أعتقد أن استنساخ ذات المواقف على مدار عقود ينبغي أن تترجم على أرض الواقع بسلوك. هذا السلوك على مستوى الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني يجب أن تكون بإنهاء حالة التطبيع مع الكيان، على مستوى السلوك الرسمي الفلسطيني بإنهاء التنسيق الذي يمثل خنجر مسموم في خاصرة القضية الفلسطينية والمقاومة، أقصد التنسيق الأمني ما بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والصهيونية، بمعنى أن تترجم مواقف الرئاسة الفلسطينية وأيضا السلطة في رام الله إلى خطوات عملية تمثل انحياز إلى خيار الثورة وخيار الشعب الفلسطيني في مواجهة عقلية التطرف والإرهاب الصهيونية، أيضا إنهاء حالة الازدواجية في المعايير من قبل المجتمع الغربي، والإدراك بأن مثل هذه المواقف ما لم تترجم بمحاولة كبح جماح عقلية الإجرام الصهيونية فإن المنطقة ذاهبة باتجاه مزيد من التوتر، وأن شعب الفلسطيني يمكن أن نقف مكتوف الأيدي إزاء هذه الاستفزازات لمشاعر شعبنا وأمتنا والتعدي الصارخ على هذه القدسية لأمتنا العربية والإسلامية. التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد في محله؟ يعني حتى الرئاسة الفلسطينية اليوم قالت أننا نطالب بالولايات المتحدة الأمريكية بالتحرك الفوري ضد ما يحدث في المقدسات الإسلامية. تتفق مع الرئاسة الفلسطينية في هذا السياق أنه يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك؟ وهل تنتظرون من الولايات المتحدة أن تقوم؟ لا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية تفضل. لا أعتقد أن كل فصائل المقاومة الفلسطينية تتفق مع الرئاسة في هذا الموقف. هذا موقف بالتأكيد معزول، لا يمثل إرادة الشعب الفلسطيني، موقف مكرور منذ عقود طويلة، موقف لم تستجب له الإدارة الأمريكية في أي مرحلة من المراحل إلا بمزيد من الحماية للكيان الصهيوني وتأييده في جرائمه وإرهابه، وإن كانت تصدر بين الفينة والأخرى بعض التصريحات من الإدارة الأمريكية الخجولة دون أن تترجم على أرض الواقع إلا بمزيد من الدعم والإسناد للكيان الصهيوني، وبالتالي ينبغي أن يكف عن مثل هذا الاستجداء للإدارة الأمريكية، لأننا ندرك أن ذلك لا يمكن أن يترجم إلى خطوات عملية داعمة ومساندة للحق الفلسطيني. ما يحدث في الأراضي المحتلة، أنت أدرى مني بالطبع سيد مشير، خطير للغاية، ليس اليوم فقط حتى ما قبل ذلك، لكن رغم كل هذه الخطورة لا نرى توافق فلسطيني، وأنا أقصد هنا فتح مع بقية فصائل المقاومة، الرئاسة مع بقية الفصائل، موقف واضح، موقف ممنهج للرد على الاحتلال بشكل واضح وممنهج ورسمي، لماذا؟ لماذا لم يحدث هذا الأمر؟ هذا ما نتطلع إليه وما يتطلع إليه الشعب الفلسطيني ونسعى إليه، وفي سبيل ذلك أعتقد لكل متابع أن حركة حماس قدمت تنازلات كبيرة على المستوى الداخلي الفلسطيني في سبيل أن نصل إلى وحدة حال وإلى بالتأكيد ترتيب البيت الفلسطيني، لأننا ندرك بأن مشروع التحرير
مقوم أساسا مقومات مشروع التحرير هو وحدة الموقف الفلسطيني. أعتقد اليوم أننا وصلنا إلى حالة إنجاز بتراكم العلاقات الوطنية الداخلية من خلال وحدة حال ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية، ولا أدل من ذلك من تحقيق حلم لطالما كان حلم لفصائل المقاومة، وهو تشكيل غرفة عمليات المشتركة التي تجمع كل الأجنحة وكل فصائل المقاومة تحت مظلتها، حتى باتت اليوم تمتلك زمام المبادرة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني، والتي لم تعد مقتصرة فقط على قطاع غزة بل تمددت أيضا بين فصائل المقاومة في الضفة الغربية. وأعتقد أن التوجه لفصائل المقاومة باتجاه الثورة المسلحة والعمليات التي تحدث بين الفينة الأخرى في الضفة وفي القدس هو دليل على أننا ذاهبون إلى مزيد من وحدة الحال الفلسطينية، متمنين أن نصل إلى إعادة ترتيب وهيكلة منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثل لكل الشعب الفلسطيني ومظلة لكل فصائل المقاومة بإذن ربنا سبحانه وتعالى. وهذه دعوة مفتوحة للإخوة في حركة فتح أن يكونوا جزء من هذه الحالة الوطنية الموحدة. سؤال الأخير متعلق ببن غفير الوزير الذي يوصف بالتطرف، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، على ما يبدو أنه يتحدى فصائل المقاومة، لكن أكثر وأكثر تحديدا يتحدى حماس، وكانت له كلمة أعتقد اليوم وقبل ذلك قال أننا لن يعني نتحرك وفقا لأجندة حماس، حماس لن تحركنا، نحن من يعني سيحدد الحركة وسيحدد المكان. وعلى ما يبدو سيد مشير أنه نجح أو ينجح في ذلك، كيف تردون على مثل هذه التصريحات من بن غفير؟ دعنا أؤكد أخي الكريم أن حركة حماس عندما تدير صراعها مع فصائل المقاومة الفلسطينية في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني بالتأكيد لا تخضع لموقف هناك من قبل بن غفير أو لغيره، أو لرغبة هنا أو هناك، أو لمحاولة استدراج. نحن ندير معركة مفتوحة مع العدو الصهيوني، وأعتقد أن حركة حماس دوما في أطار الإعداد وتراكم من قوتها وترسانتها العسكرية والاستعداد لمعارك فاصلة مع العدو الصهيوني تحقق أو تفرض مزيد من المعادلات في إدارة الصراع مع المحتل بإذن ربنا سبحانه وتعالى. واليوم المقاومة الفلسطينية لم تعد مقتصرة على جغرافية معينة، بل إنها تتمدد حتى باتت اليوم ثقافة شعب بأكمله يخشاها بن غفير ونتنياهو، بل وتفرض أجندتها في المعادلة الصهيونية الداخلية بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ولقد جرب حظه نتنياهو منذ قبل يوم أن وضع رأسه في رأس حماس والمقاومة في معركة سيف القدس، وقلنا صراحة حينها بأن نتنياهو يغامر بمستقبله السياسي، وهكذا سقط ثم عاد مرة أخرى ليسقط بإذن ربنا سبحانه وتعالى في أي معركة قادمة. أعتقد أن بن غفير يدفع المنطقة باتجاه مزيد من التوتر ويدفع الصراع إلى بعده الديني، وهو يذكرنا بالمشحوم شارون الذي كان ربما أشد تطرف من غفير، وهو الذي فرضت المقاومة الفلسطينية أجندتها عليه يوم أن فرضت عليه الاندحار من قطاع غزة وما ترتب على ذلك من تراكم لقدرة المقاومة الفلسطينية وتشكيلها حائط صد وقوة ممانعة في مواجهة العدو الصهيوني. وأعتقد أن بن غفير إنما يدفع الكيان الصهيوني إلى قرب الزوال بإذن ربنا سبحانه وتعالى أمام هذا الجيل الذي يصنع على عين بن غفير وعلى عين نتنياهو، والذي نحسب أنه جيل التحرير المرتقب بإذن ربنا سبحانه وتعالى، ليكون بن غفير وغيره من قطعان المستوطنين هم معول بناء لقضيتنا الفلسطينية وهدم لهذا الكيان الغاصب بإذن ربنا سبحانه وتعالى. سيد مشير المصري القيادي في حركة حماس، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من غزة، شكرا جزيلا لك. ومن غزة ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف السيد داود شهاب المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي. سيد داود أحييك، وسؤالي لن يبتعد كثيرا عن نقاشي الذي انتهى الآن مع السيد مشير المصري. التصعيد من قبل هذه الحكومة التي توصف بالأكثر تطرفا يتصاعد بشكل خطير، وهنا يأتي دور المقاومة، أو البعض ينتظر رد المقاومة على ما يحدث تجاه المقدسات الإسلامية. كيف تفكرون في الأمر أنتم في الجهاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا من المهم هنا أخي الكريم أن نشير إلى مسألة في غاية الأهمية، يجب ألا تغادر عقل أي إنسان عربي أو مسلم.
أن المسجد الأقصى المبارك ليس حماية المسجد الأقصى المبارك ليس مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده وليس مسؤولية المقاومة الفلسطينية وحدها. المقاومة الفلسطينية نحن نقول بشكل واضح لحركة الجهاد الإسلامي أن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يعجل بمواجهة عسكرية جديدة قادمة، يعجل يعني هو بمثابة ساعة تفجير للأوضاع برمتها. العدو الإسرائيلي الذي يحاول اليوم أن يستعيد زمام الأمور بيده بعد أن انفلتت منه وبعد يعني هذا التآكل الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية، تآكل في قوة الردع الإسرائيلي، التصدع الحاد الذي يعني تعاني منه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، يحاول نتنياهو مرة أخرى وهذه الحكومة استعادة زمام الأمور بيدها مجددا عبر يعني هذا العدوان الواسع على المسجد الأقصى المبارك والذي بدأت ملامح واضحة خلال هذا اليوم وأيضا قبل يومين في مسيرة الأعلام. نحن نقول بشكل واضح هذا تلاعب بالنار وهذا يمكن أن يشعل الأوضاع مجددا مرة أخرى. يعني المعركة التي هدأ وطيسها قبل عدة أيام قليلة، قبل أسبوع بالضبط من هذا اليوم، يمكن أن تعود مرة أخرى الأوضاع إلى الانفجار في حال تمادى الإسرائيليين في عدوانهم وفي هذه السياسات التوسعية في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة. مع التأكيد هنا أنه هذه ليست مسؤوليتنا وحدنا كفصائل وكقوى فلسطينية ولا كشعب فلسطيني أيضا، هذه مسؤولية جمعية يشارك فيها العرب والمسلمون جميعا، عليهم أن يقوموا بواجباتهم والتزاماتهم. نحن من جانبنا نؤكد على منبر الجزيرة مباشر بأن ما حدث اليوم في المسجد الأقصى المبارك وفي مدينة القدس المحتلة وانعقاد هذا الاجتماع، هذا سيكون له ما بعده، سيؤسس لمرحلة جديدة من المواجهة والصراع مع العدو الإسرائيلي. أين ومتى وكيف يكون هذا الصراع، هذه مسألة دعوها للظروف القادمة وللأيام القادمة تحكم عليها. ونحن نعتقد أنه اليوم خلال هذا اليوم كان هناك حادثين يعني ليسا منفصلين عن ما يجري أو عن ما جرى اليوم في المسجد الأقصى المبارك، وأنا أقصد هنا عملية الدهس عند حوارة وعملية إطلاق نار أخرى حدثت ضد المستوطنين في الضفة الغربية. هذا ليس بعيدا عن ما يجري في المسجد الأقصى المبارك، وعلى الجميع أن يحذر، لأنه إذا الأمر تعلق بالمسجد الأقصى المبارك وإحنا ما بدنا نبيع شعارات ولا بدنا نبيع كلام ولا بدنا نصفط حكي بس على التلفزيونات، إحنا نقول وبشكل واضح إنه الاعتداء على المسجد الأقصى المبارك يقلب الحسابات رأسا على عقب، والرد على ما يجري في المسجد الأقصى المبارك أو في مدينة القدس المحتلة خارج كل السياقات وخارج كل الحسابات وخارج كل التفاهمات. ومرة أخرى هذا الكلام أرجو أن يكون واضحا، لأنه إحنا مش بحاجة إلى أنه نقعد نصفق كلام وحكي على التلفزيونات، لا، هذا يمكن أن يترجم بالفعل في أي لحظة وفي أي دقيقة. لكن اسمح لي، أنت سيد شهاب ومن قبلك السيد مشير المصري يتحدث عن فكرة تراجع الردع لدى الاحتلال الإسرائيلي، لكن في نفس هذا السياق على ما يبدو أن هذه الحكومة تحديدا لديها أجندة واضحة وتسير فيها خطوة بخطوة ولا تتراجع، سواء كانت هناك عمليات انتهت، كان هناك ردع إسرائيلي متآكل. اليوم هم يقتحمون المسجد الأقصى المبارك، يقيمون لثاني مرة أعتقد في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي اجتماع للوزارة الإسرائيلية بكامل أعضائها، يعني بهذه القبعة التي توضع على رؤوسهم باحتفالية دينية تحت المسجد الأقصى المبارك، وكأنهم يقولون أن لا شيء سيردع هذه الحكومة عن تنفيذ أجندتها. سيد شهاب أخي، أنا أتفق معك، أنا أتفق في حديثك أن هذه الحكومة تسير وفق خطوات ممنهجة وواضحة في محاولة حسم الصراع على مستقبل مدينة القدس، لكن ما نود أن نؤكد أن هذا النهج الذي تسير به الحكومة الإسرائيلية لن يحقق أي نتائج، لن يحقق أي نتائج. يا أخي الكريم،
بائع الكعك في مدينة القدس المحتلة يسير بعربة الكعك اللي بيبيع عليها الكعك بدون أي حراسة وبتحدى كل الدنيا. لكن بن كفير عندما اضطر إلى عندما اقتحم المسجد الأقصى المبارك صباح هذا اليوم كتيبة كاملة من الحرس رافقته في هذا الاقتحام، والحكومة الإسرائيلية لم تجرؤ، انتبه، لم تجرؤ أن تعلن عن موعد عقد اجتماعها اليوم في الأنفاق اللي تحت المسجد الأقصى المبارك، ذهبت خلسة ولم تعلن عن ذلك مسبقا. ماذا يعني ذلك؟ إنهم لا يستطيعون، يعني لا يستطيعون أن يحسموا مستقبل الصراع على مدينة القدس، لأنه ما زال هناك رصاص وما زال هناك قتال وما زال هناك مقاومة، وهم يدركون أن المقاومة الفلسطينية تقف لهم بالمرصاد. وأشد الدلائل على ذلك أنه ما يجري الآن، يعني حتى ساعات هذا المساء كل وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث عن خشية وانتشار أمني واستنفار خشية عودة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه هذا الكيان الإسرائيلي مستنزف من قبل المقاومة الفلسطينية، حتى وإن كانت المقاومة لم تحرك ساكنا، لم تفعل شيئا بعد. مسيرة الأعلام التي حدثت قبل أيام يوم الخميس الفائت أيضا، انظر إلى كل هذا الاستنفار، كل الماكنة الحربية الصهيونية خرجت من جحورها من أجل ماذا؟ من أجل أن تؤمن مسيرة مجموعة من المستوطنين 10,000 15,000 100,000 بدهم يطلعوا حاملين الأعلام الإسرائيلية. إذن هم يدركون أنه لا أمان لهم في القدس ولا أمان لهم على هذه الأرض، لأن هناك حالة من الخوف وحالة من الذعر. هذا يترجم يا أخي الكريم ما قلت عن تآكل الردع الإسرائيلي. هو لا يستطيع أن يؤمن 10 مستوطنين يسيروا في القدس بدون تأمين، بدون حراسة مشددة، بدون استنفار. هذا يعني أن هناك استنزاف للقوة الصهيونية تمارس المقاومة الفلسطينية دون أن تفعل شيء، دون أن تتحرك، دون أن يعني تقدم أن تقوم بأي عملية. هذا يعني أنه يعني هذه أضغاث أحلام محاولات أو الفكر الصهيوني الذي يسعى إلى حسم الصراع على مستقبل مدينة القدس لن يستطيعوا حسم الصراع على مدينة القدس. وهم يدركون، نتنياهو يدرك، وكل المنظومة الأمنية الإسرائيلية والعسكرية والسياسية تدرك، لأنه في لحظة ما يمكن أن تقع عملية كبيرة تنفذها المقاومة الفلسطينية في أي لحظة وفي أي دقيقة، يدركون ذلك. هذا يعني أنه المقاومة لهم بالمرصاد، وأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم، لن يستسلم الشعب الفلسطيني أمام هذه السياسات. المهم هنا أخي الكريم، وإحنا يعني نتمنى على وسائل الإعلام العربية أنه تعيد تعميق الوعي بمكانة القدس وأهميتها في الوجدان العربي كله، في الوعي الجمعي لشعوب الأمة العربية، هذا أولا. وثانيا أنه العالم العربي كله، كل مسلم وكل عربي يدرك ويفهم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقه تجاه مدينة القدس المحتلة. لا يترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه المواجهة، ولا يترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه المحنة الصعبة وفي هذه المواجهة وفي هذا الصراع الصعب والمرير. نحن أمام دولة، أخي الكريم، أنت قبل أسبوع، معلش أنا أطلت عليك في الحديث، أنا أدرك ذلك، لكن مهم إحنا نحط النقاط على الحروف. الأسبوع الماضي إسرائيل شنت هجمات، هجوم عدواني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في لحظة واحدة قتلت 15 مواطنا فلسطيني استشهدوا نتيجة هذا العدوان في ضربة واحدة في دقيقة واحدة. ماذا يعني ذلك؟ يعني نحن أمام عدو يستخدم كل أدوات القتل والحقد والإرهاب في مواجهة الشعب الفلسطيني، وهذا يستدعي من شعوب الأمة العربية والإسلامية. إحنا بنقول يعني على الأقل قدموا الآن الدعم المطلوب للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية، هذا هو المطلوب. أنت تطالبني بأن أدافع عن القدس، واجبك أن تحمي ظهري، وواجبك كعربي وكمسلم أن تقدم لنا كل أشكال الدعم المطلوب حتى تبقى هذه المقاومة حية، وحتى تبقى هذه المقاومة تواصل دورها في الدفاع عن مدينة القدس وعن المسجد الأقصى المبارك اللي هو مصر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. السيد داود شهاب المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي، كنت معي عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لك سيد داود. مشاهدينا الكرام، في السياق تابعنا
توالت الإدانات من دول عربية وإسلامية عدة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية إن ذلك الاقتحام تصعيد خطير ومرفوض، داعيا المجتمع الدولي للعمل فورا على وقف الإجراءات الإسرائيلية. وبدورها قالت الخارجية المصرية أن اقتحام بن غفير للأقصى خطوة استفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسؤولون من حكمة. أما الخارجية القطرية فقالت ندين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى ونعده انتهاكا سافرا للقانون الدولي، ونحمل الاحتلال مسؤولية العنف الذي سينتج عن هذه الانتهاكات والاقتحامات المتكررة للأقصى. وجاء في بيان الخارجية السعودية ندين ونستنكر اقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى ونعتبره تعديا صارخا لكافة الأعراف والمواثيق. وأيضا دانت الخارجية التركية بشدة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة قوات الأمن الحرم القدسي الشريف، والذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وينضم إلينا عبر الهاتف من رام الله الدكتور أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس. دكتور أحمد أحييك. إذا كانت هناك رسالة يريد أن يرسلها نتنياهو من خلال اقتحام بعض وزرائه للحرم القدسي أو إقامة اجتماع لوزارته تحت الحرم القدسي، ما هذه الرسالة وكيف تردون عليها أنتم في الرئاسة الفلسطينية؟ أولا مساء الخير لك وللمستمعين الكرام. الحقيقة هذا الاجتماع في مكان مقدس للمسلمين في حائط البراق الذي هو جزء لا يتجزأ من الوقف الإسلامي. هذا قرار رباني أن هذا المكان هو جزء من المسجد الأقصى بالوثائق أيضا وبالحقائق التاريخية اللي تم التأكيد أيضا عليها على مستوى عصبة الأمم المتحدة عام 1929 عندما قدمت لجنة تابعة لعصبة الأمم لجنة شو وأكدت أن هذا المكان هو جزء من المسجد الأقصى المبارك وجزء من الوقف الإسلامي ولا حق لليهود فيه. وبالتالي هو أراد أن يوصل رسالة بأنه صاحب مكان وصاحب سيادة وأنه قادر على أن يعقد اجتماع في أي مكان يريده. وسبق طبعا الزيارة المشؤومة من الأرعن بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك في مسرحية هزلية أراد من خلالها أن يعني يشيروا بأنهم أصحاب المكان وأصحاب السيادة. طبعا هي هذه الزيارة وهذا الاجتماع تم بقوة أمنية كبيرة ومحاصرة واسعة للبلدة القديمة ومنع التجار وسكان البلدة القديمة من الوصول بحرية. أيضا في المسجد الأقصى المبارك شاهدتم هذا العدد الكبير من الأمن الإسرائيلي الذي رافق الزيارة، وبالتالي لولا هذا المرافقة الأمنية الكبيرة لم تكن مثل هذه الزيارات أن تتم. أنا أتحدى بن غفير أن يأتي إلى زيارة المسجد الأقصى في يوم الجمعة أو في ليلة القدر أو في أيام رمضان أو في أي يوم آخر، وكذلك المسرحية أو المشهد السينمائي اللي أرادوا تسويقه قبل يومين في ما يعرف بمسيرة الإعلام عندما رقص في باب العمود تحت حراسة 6000 رجل أمن إسرائيلي. هذه الزيارات تتم بالقوة العسكرية وبالتالي لا تعطيك بالحق بالسيادة وإنما تؤكد أن هذه المنطقة محتلة وأن وجود إسرائيل فيها فقط قوة احتلال. في المشهد الآخر في موضوع الرواية أعتقد نتنياهو واهما أنه يستطيع أن يزيف التاريخ، وبالتالي لا يوجد له أي سند قانوني ولا وثائقي ولا تاريخي يؤكد أنه له حق في هذا المكان. وحتى علماء أثار إسرائيليين أكدوا أن لا رواية لهم بالمكان. لذلك هذه المنطقة حجارتها تنطق بالعربية، البلدة القديمة هي بناء مملوكي بناء عثماني في أغلبها، فيها مقدسات إسلامية ومسيحية، في مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة. بالتالي الحقيقة لا تنطق إلا بالعربية ولا يمكن تزوير هذه الحقيقة. لذلك قلنا بشكل واضح أن هذا الاجتماع لا يعطي حق لإسرائيل، وأنما كل هذه المسرحية الذي أراد تقديمها على أنه صاحب سيادة هي سيادة وهمية لا حقيقة لها على الأرض في ظل صمود أبناء شعبنا ورباطهم ووجودهم على الأرض في القدس الشريف. تعتقد دكتور أحمد أن فكرة الاعتماد أو التوجه نحو المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية لتقوم بدورها أصبح غير ذات معنى، لأن هذه الاستفزازات متكررة ليست جديدة، وفي كل مرة
يكون هناك توجه للمجتمع الدولي الذي غالبا لا يتحرك إلا حتى يعني تحرك خجول للغاية إن تحرك من الأساس. فأما يجب أن تتغير هذه السياسة ويعني وحث المجتمع الدولي على القيام بدورها أم ماذا يعني؟ يعني شوف، هو العمل السياسي هو أحد الأدوات التي نعمل عليها إلى جانب أدوات أخرى على الأرض. يعني هناك كما تعلم تحرك في الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية، وهذا التزام على الدول الذي هي عضو بالأمم المتحدة. نحن الأحرص على حفظ الأمن والسلم الدوليين رغم أننا نملك صفة مراقب بالأمم المتحدة، وبالتالي عندما نحذر من الحرب الدينية، الحرب الدينية ستحرق أصابع الجميع ولن تقف عند حدود المنطقة، وهذا معنى الأمن والسلم الدوليين. لذلك على الدول أن تتحمل مسؤولياتها باتجاهين: الالتزام بالتعهدات الدولية التي تقدمها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، وبشكل خاص تلك المتعلقة بالقدس، وفي الطرف الآخر تنفيذ الحماية لأبناء شعبنا في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة. لكن في القدس أنت ربما استمعت ونقلتم تهديدات نتنياهو قبل أيام بالدم لكل من يعقل مسيرة الإعلام، هذا تهديد عالمي بالقتل من رئيس حكومة، وبالتالي يستدعي أن يكون هناك مسؤولية قانونية دولية. لذلك التحرك السياسي هو جانب. أيضا هناك تحرك قانوني الآن في المحكمة الجنائية الدولية، في محكمة العدل الدولية في لاهاي. المحكمة الجنائية حتى اللحظة لم تتحرك بشكل جدي وفعلي يشعرنا بأنها تملك صفة دولية. حتى حقوقيين دوليين ليس فلسطينيين الآن بدأوا يشككوا في مصداقية المدعي العام لهذه المحكمة الذي لم يبدأ بالتحقيق حتى اللحظة، رغم أن الملفات منذ عام 2014 على طاولته. وأيضا هناك قرار صدر عن المحكمة في شباط العام الماضي أكد أنه لها الولاية الجغرافية على الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من هنا أهمية تحركه. أما في الأهم بالنسبة لنا في المستوى الثالث هو هذا الصمود لأبناء شعبنا في القدس. لذلك هذا الصمود ماذا يحتاج؟ يحتاج دعمنا، يحتاج أن نوفر للناس مقومات الصمود، نحتاج أن نوفر لمؤسسات القدس الإمكانيات اللازمة لتخدم المجتمع المقدسي، سواء المؤسسات الصحية، التعليمية، الثقافية، الشبابية. إحنا غير قادرين بالإمكانات المتاحة بين أيدينا. لذلك قلنا في القمة العربية التي عقدت في الجزائر وفي القمة العربية التي عقدت في جد الأيام الماضية ضرورة تنفيذ القرارات العربية المتعلقة بالقدس، وبشكل خاص بالدعم التنموي. مش معقول صناديق أنشئت تحمل اسم القدس والأقصى لا تقدم إلى الفتاة القدس والأقصى، وأقصد هنا صندوق القدس وصندوق الأقصى. يعني من المفروض أن هذه الصناديق بما تملكه من دعم وتمويل لديها أن تخصص ميزانياتها لدعم القدس، لدعم مؤسسات القدس، لدعم تجار البلد القديمة. طيب إحنا مقتنعين، وربما أي متحدث تتحدث معه الآن، أن وجود أبناء شعبنا الفلسطيني على الأرض في القدس هم حماة المسجد الأقصى المبارك وحماة الكنائس، وبالتالي لابد أن نحافظ على النمو الديموغرافي الفلسطيني في المدينة. هذا النمو بحاجة لدعم في قطاع الإسكان، في قطاع المدارس، في المستشفيات، في التعليم، في غير ذلك من القضايا المختلفة. لذلك دعوتنا للعرب أن يلتزموا بالقرارات اللي اتخذوها. أوكي، صدرت بيانات مهمة اليوم، لكن لا يجوز أن نكتفي في البيانات. كان في قرار بقمة الجزائر على سبيل المثال أخي الكريم، أنه أصغر عملة في كل دولة عربية يتم تخصيصها على كل هاتف نقال لأجل القدس. طيب إحنا فلسطينيا كان في قانون مرسوم بقانون بأن نجمع شيكل على كل فاتورة هاتف نقال لكل أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة وتخصص للقدس. لماذا لم ينفذ هذا القرار؟ وماذا يعني أصغر عملة في كل دولة عربية تخصص بالقدس؟ طيب عقدنا بعض مؤتمر بالقدس في القاهرة بدعوة من الجامعة العربية، قدمنا توصيات عديدة. جاء دكتور، أنا طبعا متأسف لكن الفكرة وصلت والوقت يكاد يكون داهمنا بالفعل. شكرا جزيلا لك دكتور، وأنا متأسف مرة أخرى للمقاطعة. دكتور أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، كنت معي عبر الهاتف من رام الله وعبر الإنترنت من القدس. ينضم إلينا الآن الدكتور ناجح بكيرات نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس. دكتور ناجح، لعلك استمعت لبعض مقابلتنا، تحدثنا كثيرا عن الشق السياسي والشق الدولي فيما حدث اليوم، لكن الحقيقة أريد أن أركز معك تحديدا عن دلالات ما قامت به الحكومة الإسرائيلية من عقد اجتماع بكامل وزرائها يعني تحت الحرم القدسي أو بالقرب من حائط البراق.
ماذا تريد إسرائيل؟ ما دلالات هذا الأمر من الناحية الدينية مثلا؟ تفضل. يعني واضح تماما أن هناك ثلاث دلالات. أولا الأيديولوجية التوراتية تريد أن تؤكد على أن مدينة القدس مدينة يهودية، وأن كل ما في المدينة من تراث، من حجارة، من قضايا هي توراتية وهي يهودية. وبالتالي هم منذ الأساس قالوا نحن ننزل إلى باطن الأرض، نعود إلى الأجداد، ومن ثم نخرج فوق الأرض. وبالتالي هم يعيدون الأيديولوجية اليهودية التي يعتقدون بأنها هي التي ستجذب لهم البقاء، وتجلب لهم الشباب، وتجلب لهم العاصمة التي يبحثون عنها منذ عقود طويلة. هذا أولا، إذا هي جزء من الأيديولوجية التي تؤمن بأن القدس هي محج لليهود، وأنهم كلما اقتربوا من المسجد الأقصى كلما اقتربوا من تحقيق هذه الأهداف. النقطة الثانية هي واضحة تماما بأن الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول قال لا تراث في مدينة القدس إلا التراث اليهودي، ولا يعترفون لا بالتراث المسيحي ولا بالتراث الإسلامي. وبالتالي قاموا بعملية تزوير، وهذا التزوير بدأ بداية حينما هدمت حارة المغاربة. وانظر إلى الصورة التي جمعت الحكومة هي خلف باب موجود تحت باب السلسلة، ونحن نعلم بأن هذه الأبواب أبواب قديمة أغلقت في زمن صلاح الدين في مبنى، هذا المبنى مبنى قديم أموي، وبالتالي أغلقت هذه الأبواب. ونجد أن الحكومة أخذت هذه الصورة خلف الباب المغلق، وكأنهم يقولون أننا تقدمنا في مرحلة قادمة، ها نحن اليوم نقف هنا بهذه الصورة، وغدا سيكون لنا مكان في المسجد الأقصى. وأنا أقول لك بكل صراحة أن هذا العقد هو مؤشر ومؤذن لكي يدخلوا ويقسموا المسجد الأقصى المبارك. إن موافقة الدول العربية والإسلامية على أن تبقى الحكومة هكذا تجتمع في هذا المكان، معنى ذلك أننا قادمون على التقسيم المكاني للمسجد الأقصى المبارك. أما النقطة الثالثة وهي الأخطر، هي التي ينبغي أن نشير إليها وأن يتفهمها الجميع، أن هذه رسالة مزدوجة. أولا هي رسالة للجمهور الإسرائيلي بالتحريض لاقتحام المسجد الأقصى والاقتراب منه وتحويله إلى قداسة يهودية، ورسالة إلى العالم العربي والإسلامي وحتى إلى الحكومات جميعا، أننا هنا وما عدنا نعترف لا ب48 ولا ب67 ولا نعترف بكل هذه القرارات. وهذا يعني خطف العاصمة مدينة القدس من الحاضنة العربية إلى الحاضنة الصهيونية. هناك على ما يبدو الدأب من قبل هذه الحكومة تحديدا دكتور ناجح بكيرات، إلى أي مدى تستطيع أن تصل لأهدافها من وجهة نظرك؟ يعني هذه حكومة تتحرك بشكل ممنهج وتتحرك يعني كما ونوعا، بمعنى أنها في حرب الاقتحامات تقدمت كما ونوعا، في حرب الحفريات تقدمت كما ونوعا، في حرب الرواية والأعلام ومسيرة الأعلام والتراث تقدمت كما ونوعا. بمعنى أننا كلما أعطينا زمنا لهذه الحكومة كلما تقدمت كما ونوعا. نحن لم نكن نشاهد لا وزراء ولا هذه الأعداد، تقدمت بالأعداد وتقدمت نوعا في نوعية الذين يقتحمون. انظر إلى بن غفير يصير كأنه أزعر، كأنه مافيا يريد استعراض عضلاته. القضية ليست قضية دينية، الموضوع الذي يجري في القدس وفي الاقتحامات لا له أي علاقة، لا صلة له مطلقا بقضايا دينية، لأن القضايا الدينية الخاخامية الإسرائيلية تحرم على اليهود دخول المسجد الأقصى، لأنهم يعتبرونه غير مطهر، وأنهم يحتاجون إلى البقرة ويحتاجون إلى حريقها ويحتاجون إلى قضايا كثيرة جدا.
وأن الهيكل سينزل من السماء، قضايا كثيرة جدا. ولكن الذي يجري الآن هو استغلال الدين من بطابع سياسي، وأعتقد أن ما يقوم به بن غفير هو مقدمة لزعرنة قادمة كبيرة جدا تنذر عن اصطدام، وتنذر عن فعلا اصطدام واشتباك. هذا الاشتباك لن يكون إقليميا بقدر ما يكون عالميا، لأن هذا الهوس، هذا الهوس الذي يقوم به بن غفير ويطلقه نتنياهو، هذا الهوس من قطعان المستوطنين الذين يهاجمون المقدسيين في بيوتهم وفي البلدة القديمة، هذا الهوس الذي تسير عليه حكومة الاحتلال قطعا سيشعل حريق، وحريق كبير جدا. لن يسكت الناس، هناك استفزاز، هناك عملية قهر. هذا الزمن زمن القهر الصهيوني للفلسطينيين لن يدوم طويلا، لن يدوم طويلا. وبالتالي أعتقد أن هذه الحكومة تريد مزيد من القهر ومزيد من الاستبداد، وتظن بذلك أنها ستحقق ما تريده. وبالتالي اجتماعها اليوم مع اقتحام بن غفير، مع إطلاق المتطرفين، مع الهدم الذي يجري، كلها سياسة ممنهجة تهدف إلى ترحيل المقدسيين وإلى ترحيل القداسة التي في المسجد الأقصى، التي لا تقبل القسمة على اثنان، إلى قداسة يهودية، وهذا أمر خطير وخطير للغاية. دكتور ناجح بكيرات، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، كنت معي عبر الإنترنت، شكرا جزيلا لك دكتور.